السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأسف على التغيير على التأخير، ونأسف على أن النهاردة ما قدرناش نعمل إعلان لأن آخر يوم في السنة وكان في بعض المشاكل حصلة معنا، لكن احنا أصرينا أن في آخر يوم في السنة نقدم لكم كشف حساب، نقدم لكم كشف حساب. وليها أنا اخترت الاسم بتاع كشف حساب ل 2018. في رسالة هنا يا شباب، الرسالة هي ان اي حد يعمل مع المجتمع لخدمة المجتمع لزاما عليه ولزاما عليها ان تقدم كشف حساب دوري للمجتمع. افهموا دي وعرفوا دي واسألوا عنها. اي انسان يعمل مع المجتمع في اي عمل عام من حق المجتمع ان يسائله او يسائلها، وعليه ان يقدم كشف حساب دوري، اما كل شهر او كل 3 اشهر او كل سنه 6 اشهر او كل سنه. بالنسبه لي انا قدمت محاضره قبل كده سميتها عوراتي، ووضحت لكم فيها ان انا كنت بعمل اخطاء في العمل، والحمد لله تجاوزناها عشان ما فيش حد فينا مولود بدون اخطاء، زي ما سيدنا المسيح عليه السلام ما فيش حد فينا بيعيش بدون خطيئه يعملها، اخر خطيئه غير الخطا. اما نرجع مره تانية، يبقى النهارده دي الرساله دي ليكم يا شباب، ان لابد ان واستوقفنا على منصه خدمه المجتمع ان ننتظر السؤال، وان يكون عندنا كشف حساب لكل شيء عملناه وكل قرش صرفناه وكل انجاز انجزناه او اخفاق اخفقناه، كل اخفاق اخفقناه، علشان اقيس الاثر بتاع عملي قبل نهايه العام. ده اول، دي رسالة المحاضرة بتاعتي. هذا اخونا الدكتور رضا سكر، اعتقد الناس في المنطقة العربية او خاصة في مصر يعرفوا من هو دكتور رضا سكر. اللهم اشفيه لانه عنده مرض عضال، السرطان بيتعالج منه وربنا شفاه، لكن عايزين المعافاة تكون كاملة. فالنهاردة في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة، في هذا الشهر المبارك، ارجو من كل الشباب والشابات انهم يدعوا له بالشفاء الكامل، قولوا امين ان شاء الله. الدكتور رضا سكر هو مؤسس بنك الطعام في مصر من قرابه اكتر من 20 سنه. وانا ليه حطيت صورته واسمه اليوم؟ علشان يكون ده حافز لكل واحد فينا، وحافز لكل واحد وواحده فينا، ان زي ما بدا الدكتور رضا سكر وزمايله من اكتر من 20 سنه تحت بير السلم وفي البدروم تحت خالص بمبادره بسيطه جدا لاطعام الناس، تحول بنك الطعام في الفترة دي إلى مؤسسة بسم الله ما شاء الله تغطي كل أنحاء مصر، ثم خرجت لخارج مصر عشان ينقل الخبرة دي لدول عربية كثيرة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا. فلذلك إحنا النهاردة بنحيي إصرار وعزيمة الدكتور رضا سكر وزملائه على هذه المؤسسة الرائدة التي استطاعت في هذه العشرينية أن تفعل المعجزات داخل مصر وخارج مصر. فنشكر الدكتور، وهو كتب قصة حياته هنا، لذلك أنا بقول لكم يا شباب ممكن تدوروا عليها، اسمها شقاوة سكر، دكتور سكر. أنا مش عارف مين الناشر، لكن أنتوا رزنامة، الناشر اسمه رزنامة، وتشتروا الكتاب ده أو تشوفوا على الجوجل رضا سكر، هو يقول لكم كيف رزنامة للطبع والنشر والتوزيع. هو زميل عزيز عليا وتعلمت منه كثير جدا جدا جدا، واتمنى اتمنى اتمنى من كل واحد من الشباب اللي بيسمعوا اليوم يحتذوا بالفكره اللي بدات من 20 سنه في مصر او اكتر او اقل، وانتشرت دلوقتي في اماكن مختلفه كثيره جدا 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 في المنطقه العربيه. مش بس اللي هو بنك الطعام، في اصبح بعد كده في حوالي بنك الكساء عندهم، وعندهم حاجه اسمها فيها بنك الشفاء الى اخره الى اخره. وأنتم يا شباب تستطيعون أن تفعلوا أحسن بإذن الله سبحانه وتعالى مما فعله الدكتور رضا سكر. اللي احنا بنطلب منكم من النهاردة إن شاء الله أنكم تدعوا له في هذه الساعات المباركة من هذا النهار المبارك إن شاء الله. الأمر الثالث، ليه النهاردة بالذات؟ النهاردة كل العالم منشغلة، كل العالم منشغلة من نهاية العالم بقى، ولو كنا احنا مثلا في دبي شوف الحفلات اللي هتبقى فيها كذا وكذا، وفي القاهرة شوف حفلات هتبقى فيها كذا وكذا الى اخره الى اخره. فالناس منشغلة بالطرب والغنى والطرف وكذا 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 الى اخره. نحن نريد ان نشتغل
بالمجتمع وقضايا المجتمع ومشاكل المجتمع وحاجيات المجتمع وأحلام المجتمع وآلام المجتمع بتاعنا اللي احنا عايشين فيه، ونقدم كشف حساب لكل واحد فينا علشان يستطيع ان هو او هي تستطيع انها تبني المجتمع في مسيرة مجتمعية متكاملة مع اخوانها ومع اخواتها في داخل المجتمع في اي مكان في العالم العربي او في العالم اجمع. فلذلك الليلة ارجو منكم الا تضيعوها في الهنكرة والبنكرة والحنكرة والكركرة، في كراكيرو اللي بيروحوا يشدوا مش عارف ايه الى اخره الى اخره، واقيموها بانكم تشوفوا كيف ان انتم تقدموا لانفسكم امام المجتمع كشف الحساب بتاعكم علشان تبداوا السنه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى على هدي جديد برؤيه جديده برساله جديده بامكانيات جديده. فانا بقى انا بحاسب نفسي امامكم واقول لكم ماذا فعلت انا، لان انا اعتبر نفسي من احد الناس اللي بيعملوا في الارض المجتمعيه لكي يذهب إلى هنا أو هناك، سواء كان في العمل الاجتماعي أو في العمل الإنساني اللي احنا بنتكلم عليه، أو اللي هو العمل اللي هو المناصرة بتاع الأدفوكاسي اللي هو الحد بنتكلم فيه. شكرا للدكتور رضا سكر، واتمنى كل منا من يرى هذا الوجه الطيب الجميل أن يدعو له بتمام الشفاء والعافية. دي عدد الدول اللي أنا زرتها، 17 دولة في العام اللي احنا حينتهي النهاردة إن شاء الله، وعملت فيها 31 زيارة. ده مجرد إحصائية بسيطة، ممكن يكون اكثر من كده، لكن انا طلبت من المساعده بتاعتي انها تعملها، وقضيت في الزيارات دي حوالي 143 يوم، هي ممكن تكون اكثر شويه لكن نتفق على 140 ل 150 يوم، يعني حوالي 5 اشهر. لما نتكلم ده كشف حسابي، ابدا اقول لكم احنا ما كناش بنروح نتفسح، ما كناش بنروح نسيح او السياحه، لا كان في شغل في مثل هذه الايام من اول يناير او من 31 ديسمبر عام 2017 ل 31 ديسمبر عام 2018. دي بعض الرحلات الدوليه اللي انا قلتها اللي قمت بيها، 31 رحله في تركيا، يمكن كان في لا الزيارات الفرديه، يعني مثلا ايه في بلاد انا زرتها مره واحده زي بنجلاديش، زي الصومال، زي اذربيجان، زي باكستان، زي الكاميرون، زي جمهوريه وسط افريقيا، افريقيا الوسطى الى اخره، زرتها مره واحده بس، كل زياره كانت لمده اسبوع او 10 ايام. وفي بلاد اخرى زرتها يمكن 7 أو 8 مرات زي تركيا. الناس بيقول ليه زرت تركيا 7 مرات؟ لان تركيا فيها ما لا يقل عن 5 مليون أو 6 مليون لاجئ سوري، زائد لاجئ يمني وكذلك عراقي وكذلك ناس اللي هم بيحاولوا يعني بيطالبوا حقوق اللجوء في بلاد اخرى، اللي هم خرجوا من العراق وخرجوا من اليمن وخرجوا من بلاد اخرى عايشين داخل سوريا. فذا كان اغلب الزيارات، والزيارات في 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 في, في تركيا كانت مش فقط لمده يوم او يومين، لا في بعض الزيارات كانت بتستمر لشهر، كنا ورش عمل كثيره مع الجمعيات. واللي عايز يراجعنا يا شباب يروح للصفحات بتاعت الفيسبوك او روح لليوتيوب اللي هاني البنا، ويلاقي كل المحاضرات دي او الكلمات دي او المناقشات دي موجوده باللغه العربيه هاني البنا، او بالانجليزي هاني البنا HNYELBANA. نمرة 2 تركيا، نمرة 3 الكويت مؤتمرات ولقاءات، نمرة 4 قطر بردك مؤتمرات ولقاءات، نمرة 5 العراق 3 مرات. الناس بيقولوا العراق مش امنه، انا بقولها من السنه اللي فاتت، أول زياراتي للعراق في هذه السنوات القليلة الماضية كان في 2014-2015، وكان طبعا وضع الأمن في العراق صعب، حتى على رأس كل حارة ورأس كل شارع كان في يعتبر نقطة أمن موجودة، لكن حاليا ما فيش. بنروح نسهر في بغداد طبعا بنتكلم عنها، في الأعظمية، اللي عايز يأكل كباب ياكل كباب، هناك في فول وطعميه، كذلك في كشري، وكذلك اللي عايز ياكل لحمه راس بيسموها باتشا يروح ياكلها اذا اخره الى اخره، والناس عايشه حياتها والناس مبسوطه. لكن احنا اللي مخافين نفسنا ان نروح العراق عشان نحاول نعيد بناء العراق مره اخرى، واخد بالك، ويكون في تلاحم مجتمعي بين كل الطوائف العراقيه داخل العراق. العراق زي ما احنا اتكلمنا عن دي عدد الزيارات، 31 زياره في ال 17 دوله. المناطق اللي احنا اتكلمنا فيها، اكبر منطقه احنا زرناها هي منطقه شرق شمال افريقيا، اللي هي فيها مين، اللي هي فيها ليبيا، ها، وفيها كذلك الكويت وقطر، وفيها العراق، ها،
الاربع بلدان دول اللي احنا رحناهم وعملنا فيه مرش عمل ومؤتمرات كثيره. يليها المنطقه بتاعه تركيا اللي فيها اللاجئين السوريين والعراقيين الى اخره، يليها اوروبا بكل ما فيها من البوسنه وفيها اليونان الى اخره، يليها افريقيا فيها ثلاث دول زرناها، يليها اسيا فيها ثلاث دول زرناها. يبقى هو ده المجموع اللي هم الزيارات اللي احنا عملناها في هذه المناطق. وسط افريقيا شمال افريقيا وسط والشرق الاوسط، تركيا اوروبا افريقيا ان اسيا. دي بقى الجدول اليومي اللي انتم من حقكم عليا تسالوني. طب انت خدت تذكره طياره ورحت البلاد دي عملت ايه؟ ها مفيش حد. انا بقول لكم اهو شايفين صباعي ده، لا يوجد احد فوق المساله ان كان يعمل في المعامل المجتمعي. رحت قعدت هناك، صرف عليك في الطياره، صرف عليك في العربيات اللي ماشيه، صرف عليك كذا كذا، عملت ايه؟ كان اهدافنا كذا حاجه. اول حاجه رفع الواقع الاليم لبعض الاماكن اللي ما فيش فيها تغطيه اعلاميه وانتهت القضيه بتاعتهم وما حدش بيتكلم عنها. نمره 2 معرفه الامكانيات والابداعات اللي قاموا بها الناس دول في الاماكن اللي هم فيها، ها، والاعلان عنها كذلك. نمره 3 اللي هو رفع اللي هو الوعي عند الشباب، وكذلك رفع حماس الشباب. يعني هقول لكم حاجه، انا من شهر من يوم 9 ديسمبر السنه دي تميت 68 سنه. فلما شاب صغير في سنكم انتوا او شابه صغيره في سنكم انتوا تشوفني وانا بسافر، عايز اخرجهم او عايز اخرجهم من الخن اللي هم قاعدين فيه ده، خن بتاع الاحباط، خن بتاع الاسلاموفوبيا، الخن بتاع اللي هو يعني خلاص العملية بقت سودة. لا هي مش سودة، اللي هيسودها هتبقى سودة، واللي هيبيضها هتبقى بيضة، واللي هيحمرها هتبقى حمرة، واللي هيخضرها هتبقى خضرة. العملية مش سودة. اذا كنا احنا في سننا بنستطيع ان نسافر وننجز، انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ احنا قاعدين بنعمل ايه؟ لابد يكون لنا هدف في الحياة، لابد يكون رؤية نعمل لحال عشان نحقق هذا الهدف، لابد يكون نعمل لنا دور في الحياة علشان نستطيع اننا نبني مجتمعنا او نحافظ على تماسك المجتمعي داخل بلادنا. فدي بعض الدول اللي احنا بنتكلم عنها. يعني مثلا اول واحد انا هكلمكم على بعض الامثلة وليس كل شيء. احنا رحنا ليبيا طرابلس من 26 ديسمبر لواحد يناير. بنعمل ايه؟ كان في مؤتمرين، كان في ورشة عمل علشان صعوبة تحويل الاموال وتلقي الاموال تخرج لطرابلس او لليبيا عامة، والتانية كان عن الاحتفال بيوم اللغة العربية العالمي. فعم نتكلم ونقول لكم تعالوا في مؤسسات مدنية، مجتمع مدني في ليبيا، تعالوا ابنوها، تعالوا ساعدوا. لا 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 الدنيا خطر 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 خطر. ما انا رحت وجيت اهو وقعدت في طرابلس ورحنا فسحنا على البحر هناك في البحر الابيض المتوسط، واكلنا سمك واكلنا مش عارف ايه تاني، كان يعني فول وطعمية الى اخره الى اخره الى اخره. هم نتكلم عن مثل هذه الاشياء. ما تخلوش الهاجس الأمني يوقف العمل الذي نستطيع أن نبني به مؤسسات المجتمع المدني عند أي مجتمع يخرج من كبوة الصدمات المسلحة. ما تخلوش الإحباط والسواد اللي احنا عايشين في ده يقعدكم عن العمل ويقعدهم عن التواصل مع أخوانكم وأخواتكم في كل مكان في العالم. ده بالنسبة لليبيا في أول أسبوع من السنة. نزلنا من ليبيا على بغداد، يعني كنا في 1 ديسمبر في ليبيا ونزلنا على ايه؟ سوري 1 يناير، كنا يوم 2 يناير في اربيل وبعدين بغداد الى اخره. دخلنا بغداد نفس اللي نتكلم عليه، رحنا زرنا الاماكن اللي انتم بتقول عليها خطره، من الموصل للانبار لبغداد الى اخره الى اخره. وادينا عايشين اهو قدامكم، ايديا اهي لا اتقطعت ولا اتكسرت ولا اتجرحت، ورجلي اهي موجوده شايفين انا واقف عليها، ها، وراسي على جسمي وعايشين. يبقى ايه الخوف بقى؟ وليه الاحباط؟ وليه القعود؟ ها، وعدم ايجاد دور لكل واحد فينا يا شباب، لكل واحد فينا يا شباب، لكل واحد فينا يا شباب. ها، وبعدين انتقلت لاماكن تانية في بلاد تانية في تركيا الى اخره. بعد المؤتمرات في الكويت، ها، وفي مؤتمر الاعمار في العراق كذلك، ها، مجالس اداره اجتمعناها، ورش كتيرة جدا في غزة. يعني زي ما انا قلت يمكن في من اخر اغسطس لغاية نص سبتمبر، يعني رحنا اسطنبول،
غازي عنتاب، أورفا، هتاي، كلس، دحنية، بالعربية وبالطيارة. ولفينا وقعدنا مع جمعيات كتيرة علشان دلوقتي سوريا بتولد من جديد. بعد 7 سنين الحرب العجاف دول لابد أن يكون لنا دور في رؤية للسلام، دور في رؤية لكي نتعايش مع بعض كمجتمعات، مجتمعات نازحة داخل سوريا، مجتمعات لاجئة خارج سوريا، واللاجئة خارج سوريا اللي منها موجود في تركيا، اللي منها موجود في الأردن، اللي منها موجود في لبنان، والنازحة في كل مكان داخل سوريا، وبعدين لاجئة أيضا في أوروبا وفي أمريكا وفي السودان وفي مصر إلى آخره. كيف ستعيش هذه المجتمعات أو هذا الشتات المجتمعي مع بعض مرة أخرى من بعد عملية إقرار السلام ورجوع اللاجئين أو كثير من اللاجئين والنازحين إلى أماكنهم، وكيف سنبني سوريا مرة أخرى؟ فلذلك كنا مركزين جدا على سوريا لعدد عدد اللاجئين الكثيرين اللي موجودين في تركيا. طيب في العراق رحناها مرة تانية أيضا، كان في أحد الأشياء اللي احنا بنقول العراق آمنة، كان في إبريل علشان اللي هو منطقة اللي هو الصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الهلال والصليب الأحمر اللي عاملينها علشان يضعوا استراتيجية لعمل المنطقة بتاعت شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كله تدريب الجمعيات إلى آخره. في رمضان واللي هو في مايو، في من 26 31، ايه السبب ان احنا نروح الصومال في عز رمضان؟ ليه يعني؟ رايحين نتفسح؟ رايحين نقعد على البحر؟ رايحين نشوي سمك؟ رايحين نعمل شوبينج؟ رايحين ليه؟ رايحين علشان في رسالة ان في بلد بتمر بأزمة وما زالت الأزمة بتتعافى منها، وخرجت الصومال حاليا دلوقتي من الدولة الفاشلة الى الدولة الهشة التي تريد أن تبني لها مستقبل مرة أخرى. فكنا في مقديشيو وزرنا أماكن تانية عشان الأماكن اللي هي محتاجة متأثرة بالجفاف، ثم ذهبنا إلى هرجيسة في منطقة سوماليا لاند علشان هدف واحد. ما هو الهدف؟ الهدف هو إنشاء السدود، لأن في كل عام تنزل الأمطار في الصومال، تنزل الأمطار في جيبوتي، وما فيش أي شيء بيمنع خروج أو إهدار هذه مليارات من الأمطار المكعبة إما في البحر الأحمر أو في المحيط الهندي هناك. بإيه؟ بتهدرها بأن نعمل سد، أي نوع من أنواع السدود لكي نبني حول مثل هذا السد مجتمع. ما نبني سد بنخزن مية، لما نبني سد بنبني مجتمع، لما نبني سد بنعمل زراعة، لما نبني سد بنعمل تربية حيوانية إلى آخره إلى آخره. فكان ده هدف الزيارة للصومال عشان نرفع الوعي عند الشباب والمتبرعين بالذات اللي بيدي فلوس ليشرب اكل نايم شرب، لا انا ابني سد. ابني سد اهم من حفر البير كذلك، لان ابناء السد معناه ابناء مجتمع حول هذا البير وارتفاع مخزون المياه في الاراضي الجوفيه في داخل الصومال. فكان ده الهدف من زياره الصومال في النصف الثاني من شهر رمضان من هذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان زياره جميله جدا. عملناها ازاي؟ عملنا برمنغهام، اسطنبول، اسطنبول، مقديشي، مقديشي، هرجيسة، هرجيسة، مقديشي، مقديشي، اسطنبول، اسطنبول، دكا، كوكس بازار، رحلة واحدة. كانت رحلة جميلة جدا 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 جدا. وانا دلوقتي بقول لك يا شاب انت وشاب اللي قاعدين انتوا على الفيسبوك الى اخره، تعالوا بقى نتحدى بعض ونعمل رحلة زي دي، ناخدها. اقول لكم تاني، واحسبوا انتوا الكيلومترات، واحسبوا الالاف الالاف الاميال اللي اتعملت. برمنغهام، اسطنبول، اسطنبول، مقديشي، مقديشي، هرجيسة، هرجيسة، اسطنبول. وبعدين من مقديشي احنا نزلنا على لغايه ما وصلنا قريب المحيط، يعني في رحله 7 ساعات. كل الحاجات دي هتلاقوها على ايه؟ على اليوتيوب عندكم. وبعدين رجعنا تاني هرجيسة، هرجيسة فين؟ لمقديشي، ومقديشي فين؟ لاسطنبول، اسطنبول فين؟ دكه، دكه كوكس بازار. وقعدنا نلف هناك علشان كان لنا هدف تاني من رحله كوكس بازار. ايه هي رحله كوكس بازار؟ علشان نعلن عن حاجه اللاجئين الروهينجا اللي خارجين من ميانمار واللي بلغ عددهم قرابة 1 مليون. دي حاجة العالم كله دلوقتي بيئن بمعاناة هؤلاء اللاجئين، لكن لا يستطيع أن يوقف التطهير العرقي من هذه الدولة كانوا عايشين فيها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، كان في هدف تاني لأهل بنغلاديش، ها، وأنهم ناس عندهم حرفية عالية جدا جدا، مش محتاجين أكل ولا شرب، هم محتاجين دعم علشان يبنوا جمعيات،
دعم عشان يعملوا مشاريع صغيرة، دعم علشان يعملوا المنتجات يستطيعوا ان هم يخرجوا منها منتجات هيبيعوها في السوق المحلي او في الاسواق الدولية. ده كان الهدف من زيارة البنغلاديش بعد زيارة الصومال في النصف الثاني من رمضان في هذا العام. يبقى كان فيها لو مناصرة، كان فيها رفع الوعي، كان فيها الإعلان عن رؤية معينة لمناصرة أو إيه مساعدة اللاجئين الهرهنجا اللي موجودين في بنغلاديش. في البوسنة، رحنا في البوسنة ها قعدنا فيها أسبوع، وكان جزء من الزيارة دي إن نتذكر مذبحة سربرنيتسا. مذبحة سربرنيتسا اللي في 3 أيام اتدبح فيها واتقتل فيها 9000، في رواية أخرى 11000. يعني لو احنا بنذبح خرفان ممكن ما نقدرش نذبحهم في 3 أيام الرقم ده كله. كان في الاحتفال أو ذكرى سربرنيتسا، وفي نفس الوقت بنتكلم فيها عن ايه؟ بنتكلم فيها عن حاجة المجتمع البوسناوي لإعادة بناء مجتمعه مرة أخرى، من خلال ليس الأكل والشرب ولا من خلال مشاريع، من خلال بناء قدرات، من خلال التعليم، من خلال التواصل، من خلال التمكين إلى آخره. بعد 25 سنة من إيقاف الحرب ما زالت البوسنة تعاني. فعايزينكم يا شباب اللي بدأت تروحوا البوسنة عشان تتفسحوا، أو بدأت تروحوا البوسنة عشان تتجوزوا، أو بدأت تروحوا البوسنة عشان تشتروا شقق وإلى آخره إلى آخره، تروحوا البوسنة عشان تبنوها مرة أخرى. دمرت. أنا واضح جدا وصريح جدا، والأمر ده بالنسبة لي واضح وضوح رؤية العين، روح رؤية العين. لابد أن نرجع نعيد بناء البوسنة مرة أخرى من خلال بناء المشاريع التي تقوي الأسر وتجعلها قادرة على الإنتاج وقادرة على أنها تتمكن من بناء مجتمعها مرة أخرى. والبوسنويين زي البنغلاديشيين عندهم قدرة على العمل وعندهم قدرة على العطاء، وهم مهنيين وحرفيين ومتعلمين ومثقفين. ليه احنا بنديهم الهاند اوت اللي هو ايه ناكلهم ونشربهم؟ ليه مش عايزين؟ حتى ايام الحرب في 92-93 ما كانوش عايزين ياكلوا، كان عايزين يشتغلوا. بعد الحرب ما كانوش عايزين يشتغلوا لانهم ناس متعلمة وناس عندها ثقافة وناس عندها وعي. ده بالنسبة لزيارة سربرنيتسا وزيارة المخيمات. بالنسبة لليونان، كانت من البوسنة رحنا على اليونان. ليه رحنا اليونان؟ ليه؟ قولوا لي ليه؟ اليونان فيها يمكن مئات الجزر. ها واحنا كنا نتكلم في شهر ايه دلوقتي؟ نتكلم في شهر يوليو، يعني في عز بقى الصيف بقى، واللي عايز يتفسح ويبلبط ويهلطط ويتنطط الى اخره، وينزل على الشواطئ ويعمل كيكي كيكي ويرقص الكيكي والكوكو والحاجات دي كلها. لا، احنا نزلنا هناك انا وبعض الشباب من كذا جمعية علشان شيء واحد. في هناك ما لا يقل عن 80,000 لاجئ من المنطقة العربية، من العراق ومن سوريا ومن اليمن ومن اريتريا ومن الصومال وكل الدول دي كلها. جزء منهم مسجل في الامم المتحده وجزء غير مسجل في الامم المتحده، يعيشون حياه الضنك لا يتحدث عنهم احد، خاصه اللي هم مش مسجلين في الامم المتحده. زرنا جزيره اسمها لاسفوس فيها الاف كان حوالي 7000 او 8000 من اللاجئين، غير اللاجئين. يعني في حالات اغتصاب للاطفال في المخيمات او في اللي موجوده في 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 اليونان، ودول اطفال صغار عند 4 سنين و5 سنين و6 سنين و7 سنين. احنا فين عشان نرفع الوعي عندنا احنا يا شباب؟ واحنا كلنا شباب، ان لابد ان نزور مثل هذه الاماكن اللي الاعلام لا يتكلم عنها، ان الدعم ما بيدفعش فلوس، ان المتبرع مش ليس عنده القدره على الوصول، يعني ليس عنده الرغبه، لان يسلك بقى ان دول 80,000، طب انا عندي مليون. لا، قد يكون الشخص في حاجته في هذا المكان اكتر بكتير من 1000 شخص في مكان تاني. لذلك احنا زرنا اليونان، وبنقول لكم روحوا زوروا اليونان، وبنقول اللي بتفسحوا اليونان روحوا زوروا الجزر. واحنا قابلنا هناك 3 عائلات بسم الله ما شاء الله ليسوا مسلمين، ولكنهم وقفوا لمثل هؤلاء اللاجئين. عائلة بريطانية زوج وزوجة، وعائلة يونانية زوج وزوجة، وعائلة اسبانية، وكلهم عملوا اشياء معجزه يضغطوا بها على الحكومه اليونانيه عشان تسجيل اللاجئين وعلشان منح اللاجئين حقوقهم وعلشان بناء بالنسبه لهم المراكز الاجتماعيه.
وكذلك توزيع، عملوا توزيع اللي هو الملابس والأشياء اللي هي مش من الطعام، وعملوا مطاعم كذلك. وإحنا بندعي لهم للتلات عائلات دول وغيرهم إنهم مش مسلمين، إنهم مش مسلمين. وأنتوا قاعدين بنتفرج النهاردة على إيه؟ هنشوف بقى مين بقى في هيغني النهاردة، مين بقى هيغني النهاردة يا شباب؟ أنا كنت شايف بعض الكتالوجات اللي نازلة بدون ذكر أسماء فنانين جزا جزا كذا، إننا هنسهر لنا ليلونا سهر وليلونا خمر الليلة، وكل عام وانتم طيبين. خلاص روحوا اليونان بس سهروا في مخيمات اللاجئين. أبدين، تركيا، اسطنبول، هاتاي، تركيا منعدة، تركيا كتيرة. أذربيجان، رحنا أذربيجان في آخر أكتوبر. لماذا؟ أول مرة نروحها، وأذربيجان دولة واعدة جديدة تنمو من جديد، قادرة على أنها تستقطب السواح وتستقطب المستثمرين، لكن فيها جمعيات حديثة العهد بالعمل المدني والعمل المجتمعي، فلابد أن نقف جنبها. مش عايزين فلوس، لكن عايزين ننمي قدراتهم، وعايزين نبني قدراتهم، وعايزين نرفع الوعي عندهم عشان يستطيعوا يشاركوا الحكومة وكافة الحكومات في إعادة بناء المجتمع الأذربيجاني مرة أخرى، والتلاحم اللي بين العرقيات المختلفة وبين اللغات المختلفة وبين الثقافات المختلفة وبين اللي هو الأديان المختلفة، وكذلك بين اللي هم المذهبيات المختلفة. بعد كده هو كان في أول نوفمبر لمدة حوالي 18 ل 20 يوم زرنا، كان زيارة جميلة جدا. لفين؟ رحنا باكستان علشان نروح منطقتين، بلوشستان وكشمير، ومنها نزلنا على الكاميرون ووسط أفريقيا. فطلعنا برمنغهام، مانشستر، مانشستر، اسطنبول، اسطنبول، اسلام اباد، اسلام اباد، كويتا، كويتا، شاغي، شاغي. لفينا بقى الحتة بتاع بلوشستان في الداخل على كويتا، وكويتا على اسلام اباد، واسلام اباد على باغ، وباغ على اسلام اباد تاني، واسلام اباد من هناك على الكاميرون. يا شباب انا بقول لكم عشان تعملوا احسن من احنا بنعمله. واسلام اباد على الكاميرون، قعدنا في الكاميرون، وبعدين نزلنا من الكاميرون على افريقيا الوسطى، من افريقيا الوسطى على الايه، على الكاميرون، من الكاميرون على اسطنبول والى اخره. ده خد مننا حوالي 18 يوم عشان انا اخش باكستان معايا التاشيره، لكن عشان اخش كشمير وبلوشستان لازم يجي لي التصريح الامني، وده خد 3 اشهر. فلابد ان احنا نرفع الوعي للمناطق الصعبه زي منطقه بلوشستان. ليه؟ لانها حوالي 50-60% من مساحة باكستان، منطقة غنية جدا جدا جدا، عدد السكان اللي فيها حوالي 10 مليون، الموارد الطبيعية والموارد المعادن والذهب وكذا 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 كتير، لكن هي منطقة غير منمعة، غير منمعة على الإطلاق. فأنا بقى ناشد كل الشباب أنهم يهتموا بمثل هذه المناطق، بيهتموا بمثل هذه المناطق، خاصة الشباب اللي من أصول باكستانية، يروحوا يزوروها. مش كل واحد فيها يزور كشمير ويزور مش عارف كي بي كي اللي هي بتاعت المنطقة الشمالية، ويزور السند، ويزور لاهور. لا، روحوا زوروا يا شباب. باكستان فيها حوالي 107 أو 108 مليون شاب زيكم، هنعمل فيهم ايه لما كانش فينا برامج هناك؟ مشاريع بلوشستان، مشاريع بالعشرة والخمساشة وعشرين ألف دولار إلى آخره. ولقينا ابداعات غير عاديه كذلك، سواء كان في بلوشستان او كان في كشمير، من النساء والرجال اللي موجودين هناك. هم قادرين على الانتاج، مش عايزين اكل، مش عايزين شرب، اعطوهم القدره علشان يبنوا مجتمعاتهم، وعشان ينتجوا ما يستطيعون ان يبيعونه في الاسواق المحليه، وينتجوا ما يستطيعون تصديره الى الخارج. لما نزلنا من هناك على الكاميرون، كاميرون بلد من افقر البلاد اللي في العالم، غرب افريقيا، تجاور بلد فيها مذبحة حصلت في 2014، وهجر فيها عرقيا وطهر عرقيا حوالي 300 ألف مسلم، إما راحوا إلى الكاميرون أو راحوا إلى تشاد، من أهل أفريقيا الوسطى. أفريقيا الوسطى إنه جريحة، وإلى الآن ما زال في تطهير عرقي من حاجة أو مجموعة إرهابية اسمها أنتي بلكة. أنتي بلكة مؤسسة إرهابية، ها، هي لم تصنف، مش عارفين هم مش مصنفينها ليه. هم مصنفين مثلا بوكو حرام، مصنفين الشباب، مصنفين الناس اللي هم كانوا في سوريا دول، ايوه ما فيش مشكله، لكن ليه ما بتصنفوش دي كمان؟ ليه ما بتصنفوش جيش الرب اللي موجود كان في شمال اوغندا وجنوب السودان؟
فلابد ان احنا نكون عندنا الوعي اننا نقف مع الحكومة لكي نوقف مثل هذه المذابح والتطهير العرقي اللي موجود هناك. افريقيا الوسطى، قطر، الكويت، بغداد. تاني بغداد المؤتمر التاني احنا عملناه ده كان حلم، ده كان حلم ان احنا نجمع الجمعيات عشان نحاول مع الهلال الاحمر العراقي اننا نبني مجتمع مدني ومؤسسات مجتمع مدني داخل العراق، وكان ناجح بفضل الله سبحانه وتعالى. اتى جمعيات كثيرة من اوروبا وامريكا وجنوب افريقيا وكذلك جمعيات محلية، وكان بالشراكة مع الهلال الاحمر العراقي. اخر حاجة احنا عملناها في 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 ايطاليا كان بعض النشاطات لاحدى المؤسسات للاغاثة الاسلامية، لكن اجمل ما فيها هذه النشاطات ان كان يقوم عليها شباب من سن 15 لسن 21، وده بيفكرني بايام الزمن الجميل لما كنا في بريطانيا وبدأنا، كان في الشباب الصغارين يجوا يقعدوا في المكتب ويقعدوا في القاعات تحت ويلزقوا الستيكرز على ويحطوا العناوين ويحطوا كذا وكذا وكذا، حتى ان في بعض الشباب دول اللي كان عندهم 16 17 سنه في الثمانينات قابلتهم دلوقتي بسم الله ما شاء الله في مراكز مرموقه سواء كان في الامم المتحده ولا في الحكومه البريطانيه او الى اخره. فكان الجمال في الموضوع ده ان قابلت شباب عندهم 15 و16 و17 سنه من الجيل الثاني من اهل المغرب العربي سواء كان من الجزائر او من تونس او من ليبيا او من شمال افريقيا زي مصر او الى اخره، هم اللي بيقوموا بالعمل ده ودول محتاجين رعاية. فانا جاي من هناك وانا متحمس ان قابلت ما لا يقل عن 100 متطوع في 3 أو 4 أيام اللي انا جلستهم ما بين ميلانو وما بين بوغا وما بين ثالثة اسمها ايه بولونيا، ما لا يقل عن 100 متطوع. فده كان زيارتنا الى ايطاليا. اما ننظر لمثل هذه المسيرة ونرجع مرة تانية، من اراد ان يتكلم عن المجتمع لابد ان يحاسب من المجتمع مهما عظمت قدرته ومهما عظمت سلطته. كل من يقف على مسرح او تحت الضوء المجتمعي ويدعي الخدمة المجتمعية للناس لابد ان يسأل، فعليه ان يقدم كشف حسابه أو عليها أن تقدم كشف حسابها قبل أن تسأل. أنا دي أول مرة بقولها لكم ها النهاردة، وأنا أقول لكم كل يوم من حقكم تكونوا بتسألوني عن كشف الحساب ده، ليه بتسافر هنا؟ ليه بتيجي هنا هو؟ ليه ما بتاخدناش معاك؟ ليه كذا 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 إلى آخره. رفع الوعي أهم من إطعام الطعام، رفع الوعي أهم من توزيع اللباس، رفع الوعي أهم من كل الأشياء التقليدية اللي احنا بنجمعها اللي احنا بنعملها لابد ان نرفع الوعي، لابد ان نمكن المجتمعات، لابد ان نعلم الاطفال الى اخره الى آخر. لابد ان نبني الاسواق، لابد ان نبني المزارع الى اخره لكي تكون مجتمعاتنا مستقله وعندها قدره على الانتاج. اللي عايز يزورني في كل هذه الاشياء الفيسبوك والتويتر واليوتيوب ومش عارف الاخر اللي اسمها انستغرام. ارجع الخص بقى اللي احنا قلناه بس بسرعه كده، هو يعني في الدقيقه اللي جايه دي احنا بنقدم الشكر والتقدير لاخونا الدكتور رضا سكر وندعو له بالشفاء ان شاء الله، ونشكره على الانجاز اللي هو حققه هو وزملائه. ودي كشف حساب بكل الدول والايام اللي احنا قضيناها فيها والاشياء اللي احنا عملناها الى اخره. نختم ونقول ايه؟ نقول رسالة واضحة للشباب كلهم في كل مكان في المنطقة العربية او في العالم. حذاري أن تعيش على هامش المجتمع، حذاري أن لا يكن لك دور في المجتمع، حذاري أن تخنع وتركن وتحبط مما يحدث حوالين المجتمع، حذاري أن لا يكن لك رؤية لإعادة بناء مجتمعك ووطنك، حذاري أن لا تصبح لك رسالة تعيش من أجل تحقيقها. حذاري وحذاري وحذاري، لأن الذي سيسألك عن هذا هو الله سبحانه وتعالى الخالق، اللي النهاردة بيبص للشباب اللي حيسهروا للساعة 2 و3 و5 للصبحية قدام فلان اللي بترقص، ولا قدام فلان اللي بيغني، ولا قدام الموزة، ولا مش عارف ايه، ولا حينزل الميادين ها
كذا عشان يقولوا ايه الساعة 12 الى 5 الساعة 12 الى 4 الساعة 12 الى 3 الساعة 12 الى 50 ثانية 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 والضلمة الضلمة ويحصل الهانكر بالبنكر. ده اللي هيحصل النهاردة. دول مش الشباب اللي هيقدروا يبنوا مجتمعات. فلذلك هنتكلم على الشباب اللي هيقدروا يبنوا مجتمعات. لكن انا اصريت مع زمايلي النهاردة ان نعمل الكلمة دي النهاردة علشان نذكر فذكر في ان الذكرى تنفع المسلمين. جزاكم الله خيرا ونتمنى لكم سنة سعيدة ان شاء الله ونتمنى لكل انكم سعيدة ونتمنى لكم انكم تحتفلوا بالعام الهجري كما تحتفلوا بالعام الميلادي وتحتفلوا بمولد النبي كما تحتفلوا بالكريسماس. وكل عام وانتم طيبين يا رجالة وكل عام وانتم طيبين يا بنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.